بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ميزنا بالعلوم وقضاء ألا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال في ذلك قولا بليغا متينا رصينا سرمديا أزليا أبديا. والذي نزل القرآن يتلى على رؤوس الأشهاد بكرة وعشية، أحمده استكمالا لنعمته واستسلاما لقوته واستعصاما من معصيته، ثم صلاة وسلاما دائمين على صاحب الرسالة القولية والمعجزة اللفظية، قارئ القرآن بلا ورق، مستعينا بالذي خلق، محمد صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. صاحب السعادة عميد كلية اللغة العربية وآدابها لدار العلوم التابعة لندوة العلماء، الأستاذ الفاضل محمد علاء الدين الندوي، وحضرات الأساتذة الكرام وإخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم جميعا في هذه الحفلة الختامية لتوزيع الجوائز. أولا وقبل كل شيء، نشكر الله سبحانه وتعالى على أنه وفقنا بفضله ومنه لمواصلة نشاطات النادي العربي العلمية والثقافية والأدبية إلى نهاية المطاف، فالحمد كله لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ظل النادي العربي منصة لغوية، منبرا ثقافيا أدبيا منذ تأسيس دار العلوم، وقد أدى النادي العربي دوراً لامعاً في تخريج البارعين في اللغة العربية. وكان نظام النادي العربي من قبل بحيث أنه كانت تعقد لثلاث أسابيع الحفلات الأسبوعية الخطابية، ثم تعقد حفلة شهرية إما خطابية أو كتابية لتزويد الطلاب باللغة العربية. ولكن هذا العام خطأ النادي العربي خطوات جديدة مؤمناً بأهمية اللغة العربية، ثم قدمت لجنة التنفيذ للنادي العربي هذا الاقتراح بأنه ستعقد في كل شهر حفلة خطابية وحفلة كتابية وحفلة للحوار وحفلة للنقاش، كي يتمكن الطلاب خلال هذه البرامج المختلفة من اللغة العربية، ولنجعل تعلم اللغة العربية ممتعاً نافعاً. وقد جرى هذا النظام بكل جدية وإتقان، واستفاد الطلاب من هذا النظام استفادة كاملة شاملة، وأخذوا قسطاً وافراً من الثروة اللغوية والثقافية. والجدير بالذكر أن تاريخ ندوة العلماء شهد سلسلة الرحلات العلمية والثقافية والترفيهية لأول مرة تحت لواء النادي العربي، حيث شاور المشرفون من الأساتذة وابتكروا نظاما جديدا وأسلوبا حديثا في صورة الرحلات الثقافية، بحيث ينتخب عدد مختار من الطلاب ويسافرون يوم الخميس إلى مدرسة قريبة ليوم وليلة، ويقضون هذه الفترة في جو عربي، ويتكلمون فيما بينهم خلال هذه الفترة باللغة العربية إهاباً وذهاباً وقياماً وقعوداً، أكلاً وشرباً واستراحة واشتغالاً. وقد أقمنا بتوفيق الله تعالى رحلتين في هذه السنة الأكاديمية، رحلة إلى المعهد الثانوي لدار العلوم ندوة العلماء بسكروري، ورحلة إلى معهد سيدنا أبي بكر الصديق بمحبد مو. وكانت الرحلات تجمع بين المتعة والفعاليات الثقافية، حيث استمتع الطلاب بنشاطات متنوعة من الخطابة والحوار والنقاش والمساجلة الشعرية والألعاب الرياضية الترفيهية. وكانت النتائج مذهلة، إذ لاحظنا جواً عربياً بين الطلاب لأيام بعد الرجوع. وأدى هذا النشاط الثقافي في رفع مستوى الطلاب لفهم اللغة العربية، وفي تحفيز الطلاب لمواصلة تطوير مهاراتهم وقدراتهم وتمكينهم.
وكل ذلك بتوجيه وعناية الرئيس العام لندوة العلماء والأمين العام لندوة العلماء وسعادة مدير الدار وعميد كلية اللغة العربية وأساتذة دار العلوم جميعا وخاصة الأساتذة المشرفين للنادي العربي والرحلات الثقافية، فجزاهم الله أحسن الجزاء وبارك في حياتهم. أيها الإخوة، هذه المناسبة السارة التي سعدنا بالاجتماع فيها هي الحفلة لتوزيع الجوائز التي كنا ننتظرها بفارغ الصبر، وقد عقدت المسابقات السنوية ذات الجوائز من 21 ديسمبر إلى 15 يناير، وشارك فيها عدد محترم من الطلاب، فالذين استحقوا بالجوائز الآن ننادي أسماءهم، فهم يأتون إلى المنصة ويستلمون جوائزهم بيد الرئيس المبجل. أولاً، الفائزون في برنامج الخطابية السنوية ذات الجوائز للنادي العربي في الطبقة العليا وهو من قسم التكميل الشريعة، فليتفضل مشكورة محمد توفيق. والطبقة الآن طبقة الوسطى، الفائز الثاني سفيان خان، فليتفضل مشكورة. الفائز الثالث يوسف حسن. الفائز الرابع أمن محمد، فليتفضل مشكورة. الطبقة الدنيا، الفائز الثاني محمد فائز. الفائز الثالث بلال أحمد. برنامج تقديم المقالات السنوية ذات الجوائز، الطبقة العليا، الفائز الثالث عمر فاروق، فليتفضل مشكورة. الطبقة الوسطى، الفائز الثاني عبد الصمد. الطبقة الدنيا، الفائز الثاني محمد فائز. والفائز الثالث أرقم نسيم. الآن برنامج طرح الأسئلة، أدعو قائدهم. الفريق الفائز فريق عبد الواجد. الفريق المصلي فريق عمر فاروق، فليتفضل مشكورة. الطبقة الدنيا، الفريق الفائز فريق عباد الرب. الفريق المصلي فريق يوسف حسن، فليتفضل مشكورة. برنامج نقاش للطبقة العليا، الفريق الفائز فريق المعارضة الضار فريق عبد الواجد. الفريق السافل فريق الموالاة النافع فريق تقي أحمد. برنامج الحوار للطبقة الدنيا، المجموعة الأولى محمد صفوان وعبد الناصر، فليتفضلان مشكوران. المجموعة الثانية يوسف حسن ومحمد لقمان. حسان عمر محمد ياسر. برنامج الأناشيد العربية ذات الجوائز، الفائز الثاني محمد توفيق، فليتفضل مشكورا.
وفاز بالدرجة الثالثة طالبان، أحدهما ذو القرنين فليتفضل مشكورا، وعمر فاروق فليتفضل مشكورا. برنامج المساجلة الشعرية، الفريق السافل الفرقة أحمد شوقي، قائده سعد هارون، فليتفضل مشكورا. الآن برنامج الصحف الجدارية ذات الجوائز السنوية، الفائز الثاني الفتح الإسلامي، فليتفضل قائده. وفاز بالمركز الثالث صحيفتان أول نبراس، فليتفضل قائده. والصحوة العربية، فليتفضل قائده. أولا أرحب أصالة النفس ونيابة عن أعضاء النادي العربي رئيس هذا الحفل في هذه المناسبة السارة، ونقدم إليه باقة من الأزهار والرياحين، ونلتمس منه أن يوزع الجوائز بين الطلاب الفائزين بالمركز الأول. الفائز الأول في البرنامج الخطابية في الطبقة العليا، الفائز الأول فرحان الله سيفي، فليتفضل مشكورا. الفائز الأول في الطبقة الوسطى شيخ عبد الله، فليتفضل مشكورا. الفائز الأول في الطبقة الدنيا أرقم نسيم، فليتفضل مشكورا. الفائز الأول في برنامج تقديم المقالات في الطبقة العليا أمير فيصل، فليتفضل مشكورا. الفائز الأول في الطبقة الوسطى شيخ عبد الله، فليتفضل مشكورا. الفائز الأول في الطبقة الدنيا يحيى نعيم، فليتفضل مشكورا. برنامج طرح الأسئلة، برنامج أناشيد العربية، الفائز الأول عادل قيوم، فليتفضل مشكورا. برنامج المساجلة الشعرية، الفريق الفائز فريق عبد الله ابن رواحة، قائده عبيد الله، فليتفضل مشكورا. برنامج الصحف الجدارية، الفريق الفائز الأول صحيفة النادي العربي، فليتفضل رئيس تحريره. نائب أمين العام مرسلين أحمد مرسل، المساعد عبد القوي، مساعد عبد الواجد، المساعد عمر فاروق، أمين اللجنة الخطابية محمد عامر، نائبه سعد هارون، ومساعده محمد فيضان، أمين اللجنة الثقافية مزمل حسين، نائبه نسيم أختر، المساعدون أمير فيصل، عيان عبد الناصر، ووصير الرحمن، أمين اللجنة الصحفية عبد الله زبير، فليتفضل مشكورا. نائبه محمد عرف، وغلام محمد،
المساعد أبو سفيان. الآن أخيرا أعبر عن شكري وتقديري لرئيس هذا الحفل الكريم ولجميع الأساتذة والطلاب على جهودهم الكبيرة وتعاونهم الغالي في تفعيل نشاطات النادي العربي، وخاصة نشكر أعضاء النادي العربي الذين قاموا معنا جنبا بجنب لتنشيط برامج النادي العربي.